معاوية قائده بسر بن أبي أرطاه، بسر بن أبي أرطاه، هذا بسر بن أبي أرطاه من بني معيص بن عامر بن لؤي القرشيين. إذن بسر بن أبي أرطاه من بني معيص بن عامر بن لؤي وهو قرشي، ولست متأكدا من صحبة بسر القرشيين. إذن بسر بن أبي أرطاه من بني معيص بن عامر بن لؤي وهو قرشي، ولست متأكدا من صحبة بسر. حاولت أبحث فما تأكدت هل هو صحابي أم لا. الإمام أحمد ويحيى بن معين يقولان بأنه لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه بعث بسر بن أبي أرطاه على رأس جيش إلى البصرة، أمره بأن يقبض على بني زياد، وذلك حتى يستخلص أموالا كانت لبيت مال المسلمين عند زياد الذي كان يقيم بعيدا في إصطخر. في البصرة قبض بسر بن أبي أرطاه، وبسر هذا بالمناسبة من الجبابرة القساة، قبض على عبد الرحمن بن أبي بكرة وعلى عبيد الله وعباد بن زياد، وأراد بسر أن يقتلهم، ولكن أبو بكر استمهل بسر أسبوعا. لماذا؟ حتى يذهب إلى معاوية في دمشق في الشام، فأمهله بسر أسبوعا ذاهبا آيبا، وإلا فإنه سوف يقتلهم. فجد كما يقولون أبو بكرة بالمسير، اشتد بالمسير، وقالوا بأنه قتل دابتين تحته من شدة السير ما يتوقف، يعني اشتد في مسيره. ولما وصل إلى معاوية طلب منه أبو بكر أن يعطي زيادا أخاه الأمان، وأن يكتب إلى بسر بإطلاق سراح من بيده، فكتب معاوية إلى بسر بذلك، وقال لأبي بكر أعطي أخاك الأمان على أن يسلم ما عنده من أموال. ووصل أبو بكر إلى البصرة قبيل غروب اليوم السابع، واستطاع بفضل الله أن يستنقذ الأسرى. نعم. في سنة 42 كتب معاوية إلى زياد بالقدوم عليه، وكان أبو بكر قد حث أخاه زياد على الدخول في طاعة الخليفة. فلما وفد زياد الداهية على معاوية رضي الله عنه سأله عن الأموال التي جمعها من فارس، فقال له زياد بأنه أرسل منها إلى علي رضي الله عنه، وصرف بعضها في الإنفاق على شؤون الإمارة، واحتفظ بالبقية عند بعض أعوانه، وسوف يحضرها له. فصدقه معاوية، أو يعني أراد أن يكسبه ولا يحاسبه على هذا، يعني يستفيد من قدرات زياد، وأرسله ليقيم في الكوفة، وذلك حتى يكون تحت نظر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. في سنة 42 غزا المسلمون بلاد اللان وبلاد الروم. بلاد اللان هذه بالقرب من أرمينيا. إذا ننظروا إلى بركة عام الجماعة أيها الأخوة، في سنين الفتنة الكبرى كان المسلمون يتقاتلون فيما بينهم، وكان الجهاد متوقفا، توقف الجهاد بسبب الفتنة والحروب فيما بين المسلمين. ولما اصطلحوا قاموا في نفس العام بمواصلة جهادهم في سبيل الله. ولذلك ماذا تتوقعون أن يكون رد فعل ولي الأمر مع من يخرج أو حتى يفكر أو يخطط للخروج بعد هذا الصلح الذي أعقب هذه الفتنة الدامية؟ نعم. إذن أيضا من الأمور التي يعني نحب أن نشير إليها أنه في سنة 42 ولد الحجاج بن يوسف الثقفي، الذي سوف يكون له شأن في الدولة الأموية. نعم. إذن قلنا بأن الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقبل أن ينشب القتال في معركة النهروان، دفع، إذا تذكرون من درس الماضي قلنا بأنه قبل أن ينشب القتال دفع براية الأمان إلى الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فتوجه أبو أيوب إلى الخوارج وقال لهم من جاء إلى هذه الراية منكم ممن لم يقتل ولم يستعرض فهو آمن، ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو المدائن فهو آمن. وإذا تذكرون قلنا بأن جماعة منهم استجابوا لهذه الدعوة، وأبى البقية إلا القتال، ولما نشب القتال هزم الخوارج
هزيمة ساحقة، وقتل معظمهم وجرح منهم قرابة 400، وقام الخليفة بالعفو عنهم بعد أن شفوا من جراحهم، عالجوهم شفيت الجراح، عفى عنهم الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الخوارج الذين استجابوا لدعوة الأمان وجرح الخوارج في النهروان الذين شفوا من جراحهم، وهم كما قلنا قرابة 400 هؤلاء الجرحى، لما اصطلح المسلمون في عام الجماعة وآل الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، حركتهم نفوسهم المريضة للقيام بالفتنة والخروج على الخليفة، فابتدأ رؤوسهم بالنجوى، هذه البداية النجوى، ثم أخذوا يجتمعون في اجتماعات سرية، وأمروا عليهم أميرا لقبوه بأمير المؤمنين، وهو المستورد ابن علفة، المستورد ابن علفة ابن الفريش التيمي. إذن المستورد ابن علفة ابن الفريش التيمي من تيم الرباب، وكان ذلك في الكوفة، واتفقوا أن يكون خروجهم في شعبان من سنة 43. كان أمير الكوفة في ذلك الوقت هو المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه، فلما وصلته أخبارهم خطب في الناس وحذرهم، وكان مما قال لهم: وأيم الله لقد خشيت ألا أجد بدا من أن يعصب الحليم التقي بذنب السفيه الجاهل، فكفوا أيها الناس سفهاءكم قبل أن يشمل البلاء عوامه، وقد ذكر لي أن رجالا منكم يريدون أن يظهروا في المصر بالشقاق والخلاف، وأيم الله لا يخرجون في حي من أحياء العرب في هذا المصر إلا أبتهم وجعلتهم نكالا لمن بعدهم، فقد قمت هذا المقام إرادة الحجة والإعذار. خطبهم هذه خطبة إعذار، حتى إذا تصرف بعد ذلك لا أحد يلوم. ثار الخوارج بقيادة المستورد بن علفة تيمي، وكانوا قرابة 300 رجل، ونزلوا في المذار، والمذار هي مدينة ميسان الواقعة على نهر دجلة، سميت بالمذار لفساد تربتها. فانتدب لهم المغيرة بن شعبة الناس لقتالهم، وأمر على الجيش معقل بن قيس الرياحي التميمي، وكان الذين معه يقدرون 3000 رجل. وانظروا إلى وصية الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى أمير الجيش معقل بن قيس الرياحي، ماذا أوصاه؟ قال له: يا معقل، إني قد بعثت معك فرسان أهل المصر، فسر إلى هذه العصابة المارقة الذين فارقوا جماعتنا وشهدوا عليها بالكفر، فادعهم إلى التوبة وإلى الدخول في الجماعة، فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم، وإنهم لم يفعلوا فناجزهم واستعن بالله عليهم. أشكنها طبعا وصية عظيمة من هذا الصحابي الجليل. وفي أثناء مطاردة معقل بن قيس للخوارج، مر الخوارج بالمدائن، وكان أميرها سماك بن عبيد العبسي، فأرسل له المستورد كتابا جاء فيه، أنا هنا طبعا أذكر لكم هذه التفاصيل حتى تعرفون من هم الخوارج. أيوه، ماذا جاء في الكتاب؟ يقول له: من عبد الله المستورد أمير المؤمنين إلى سماك بن عبيد، أما بعد، فقد نقمنا على قومنا الجور في الأحكام وتعطيل الحدود والاستئثار بالفي، وأنا أدعوك إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وولاية أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما والبراءة من عثمان وعلي لإحداثهما في الدين وتركهما حكم الكتاب، فإن تقبل فقد أدركت رشدك، وإلا تقبل فقد بالغنا في الإعذار إليك وقد آذناك بحرب، فنبذنا إليك على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. هذا كلام يعني على كل. اشتبك معقل بن قيس مع الخوارج في قتال شرس، وكان الخوارج قبحهم الله يقاتلون ببسالة عجيبة. وفي تلك الأثناء وصلت الأخبار بقرب وصول جيش من البصرة قوامه
3000 رجل بعثه أمير البصرة عبد الله بن عامر بن كريز العبشمي القرشي رضي الله عنه، وعلى رأس هذا الجيش شريك بن الأعور بن الحارث بن عبد يغوث من بني الحارث بن كعب المدحجيين. ولكن هذا الجيش لم يشارك في القتال لأن الخوارج انسحبوا من المذار من دون أن يشعر بهم أحد، وكذلك لم يلحقوا بالخوارج وأبوا قتالهم وقالوا إن في جيش الكوفة كفاية. هذا شريك قال إن في جيش الكوفة كفاية، الخوارج انسحبوا والناس تريد السلام. لكن معقل بن قيس الرياحي لحق بالخوارج واشتبك معهم بقتال ضار، شريك لم يلحق بهم، قال إن في جيش الكوفة كفاية، لكن معقل أبى إلا أن يقاتلهم ولذلك لحق بهم واشتبك معهم بقتال ضار فقتلوا جميع الخوارج. ولكن بعد أن قتلوا الكثير من أعدائهم ولم ينجو منهم إلا عبد الله بن عقبة الغنوي وكان صغيرا، هرب على فرس ودخل الكوفة وأخذ له الأمان من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ولكنه خرج بعد ذلك في فتنة ابن الأشعث، بس سنتكلم عليها بعد ذلك، عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث في فتنته المعروفة. وهذا نقول عبد الله بن عقبة الغنوي هرب على فرس، لكنه خرج في فتنة ابن الأشعث. ابن الأشعث هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، قتل في دير الجماجم. هذه الفتنة صارت بها عدة حروب، دارت بها عدة حروب، في دير الجماجم قتل هذا عبد الله بن عقبة الغنوي. وكان المستورد بن علفة خرج برمح إلى معقل بن قيس الرياحي، وطلب رجال كانوا مع معقل، رجال معقل طلبوا منه ألا يخرج الخارجي، وسوف قالوا له نحن سوف نتولى أمر هذا الخارجي، ولكن معقل أبى ذلك وانتضى سيفه وخرج للقاء عدوه، وطعنه المستورد بالرمح على صدره فخرج السنان من ظهره، ولكنه قبل أن يسقط هوى بالسيف على رأس المستورد فمات الاثنين. هذا من طعنة الرمح النافذة، وذاك من ضربة السيف التي فلقت هامته. في يوم الفطر من سنة 43 توفي في مصر الصحابي الجليل عمرو بن العاص ابن وائل السحمي القرشي رضي الله عنه، فتولى ابنه الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إمارة مصر. وفي نفس السنة توفي في المدينة المنورة الصحابي الجليل محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن الصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. وفي سنن الترمذي عن الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عمرو بن العاص من صالح قريش. وأيضا أيها الأخوة من المعروف أن عمرو بن العاص رضي الله عنه من رجال العرب والإسلام ودهاتهم، وكان بطلا من أبطال الفتوحات الإسلامية رضي الله عنه. أما محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي الأوسي الأنصاري الصحابي الجليل فقد شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول صلى الله عليه وسلم ما عدا غزوة تبوك. لماذا لم يشهد غزوة تبوك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تخلفه على المدينة، وكان محمد بن مسلمة رضي الله عنه من الذين اعتزلوا الفتنة، الفتنة الكبرى اعتزلها لم يشارك بها، واتخذ سيفا من خشب وقال بذلك أمرني رسول الله. نعم. في سنة 43 من الهجرة غزا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بلاد الروم، وكان ملك الروم هو الإمبراطور كونستانز الثاني، وكذلك غزاها في سنة 45 و46، ثم عاد في سنة 46 إلى حمص، فدس له ابن أثال النصراني السم في شربة مسمومة فمات.
أمروه بأن يدس له السم. لا نعرف تحديدا من أمره هذا النصراني الطبيب بأن يدس له السم. وفي مرة، هذه رواية يعني بها طرافة وبها، في مرة قدم خالد بن عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد إلى المدينة المنورة، فجلس يوما عند عروة بن زبير بن العوام، وكان عروة كفيفا، فسلم عليه فقال له عروة: من أنت؟ فقال له: أنا خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. فقال له عروة: ما فعل ابن أثال؟ فقام خالد وسار من فوره إلى حمص وتربص بابن أثال، فلما رآه ضربه بالسيف فقتله، فأخذوه إلى معاوية رضي الله عنه فحبسه أياما وأغرمه ديته ولم يقده منه. ورجع خالد إلى المدينة وأتى عروة بن الزبير فسلم عليه، فقال له عروة: ما فعل ابن أثال؟ فقال له: لقد كفيتك ابن أثال، ولكن ما فعل ابن جرموز؟ فسكت عروة. المعروف أن ابن جرموز هو الذي قتل الصحابي الجليل الزبير بن العوام غدره، فعني يقول له: أنت تقول لي ما فعل ابن أثال، نحن أخذنا بفأرنا ابن أثال، لكن أنت ما صنعت بمن قتل الزبير والدك. نعم. في سنة 44 من الهجرة استلحق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه نسب زياد بن سمية، استلحقه أدخله بأبي سفيان. لماذا يفعل معاوية رضي الله عليه ذلك؟ هذا الصحابي الجليل فعل ذلك لأن رجلا شهد أن أبا سفيان أقر بأنه أتى سمية أم زياد في الجاهلية فحملت بزياد منه. هذا رجل مسلم عدل أتى وشهد، ما تقدر تقول له أنت الحين لا شهادتك باطل. وكانت سمية جارية للحارث ابن كلدة الثقفي طبيب العرب، واستنكر كثيرون هذا الاستلحاق، وكان منهم الصحابي الجليل عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس رضي الله عنه، وكان أمير البصرة من قبل معاوية، وكان ينقم على زياد لأنه بلغه أن زيادا يقول إن ابن عامر ضعيف في إمارته، فقال ابن عامر: لقد هممت أن آتي بقسامة من قريش يحلفون أن أبا سفيان لم ير سمية. معاوية رضي الله عنه لما سمع بذلك غضب، فلما دخل عليه ابن عامر يوما قال له معاوية: أما والله، كلمة مهمة اسمعوا أيها الأخوة، معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليه هذا الصحابي الجليل يستفاد من دراسة سيرته، أحد الملوك، أحد حكام المسلمين، ماذا قال لما دخل عليه ابن عامر؟ قال له معاوية: أما والله لقد علمت العرب أني كنت أعزها في الجاهلية، وإن الإسلام لم يزدني إلا عزة، وإني لم أستكثر بزياد من قلة، ولم أتعزز به من ذلة، ولكن عرفت حقا له فوضعته موضعه. نعم أيها الأخوة، بنو هاشم وبنو أمية هم عز قريش الجهل، وكانوا كفر سيرهان، ولكن لما اصطفى الله سبحانه وتعالى سيد البشر محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف النبي الأمي، لما اصطفاه الله صلى الله عليه وسلم، لما اصطفى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم من بين خلقه وأنزل عليه رسالة الإسلام، سمى بنو هاشم ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام عاليا بحيث لا يطالهم أحد، لا أحد يعني ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. عز ومجد بني هاشم في الجاهلية ازداد عزا بالرسالة. نعم. ما هي علاقة بني هاشم ببني أمية؟ تعرفون العلاقة بين بني هاشم وبني أمية، تكلمنا في دروس العرب حسب ونسب. هاشم بن عبد مناف جد بني هاشم، هو شقيق وليس بأخ، شقيق من الأم والأب، هو شقيق عبد شمس بن عبد مناف، بل ليس ذلك، هو توأم أيضا، أمهما عاتكة بنت مرة بن هلال السلمية، وبنو هاشم
وبنو أمية بن عبد شمس من أقرب الناس إلى بعضهما البعض. فهذا سيد الخلق محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، جد جده عبد مناف صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، جد جده أيضا هو نفس جد جد النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد المطلب جد المصطفى صلى الله عليه وسلم هو ابن عم أمية جد أبي سفيان. ولما سأل رجل الإمام الشعبي يوما عن بني هاشم وبني أمية، والشعبي كما تعرفون هو الإمام الكوفي الكبير عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني، توفي في سنة 400 في سنة 4 بعد 100 الهجرة، فقال لما سئل قال إن شئت أخبرت كما قال علي بن أبي طالب فيه. ماذا قال علي؟ قال أما بنو هاشم فأطعمها للطعام وأضربها للهام كرم وشجاعة، وأما بنو أمية فأبعدها حلما علماء وأطلبها للأمر الذي لا ينال فينالونه، يعني دهاء حلم ودهاء وهناك كرم وشجاعة. قالوا لمعاوية يوما أخبرنا عنكم وعن بني هاشم، قال بنو هاشم أشرف واحدا، يعني بذلك عبد المطلب بن هاشم ما أحد يوازيه بالشرف، عبد المطلب كواحد في بني هاشم ما أحد يوازيه، فما كان إلا كلا ولا حتى جاءوا بواحدة بذت الأولين والآخرين، بذت الأولين والآخرين يعني بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا طبعا كلام معاوية رضوان الله عليه. نعم. وأيضا في نفس هذا المعنى قيل لمعاوية رضي الله عنه أيكم كان أشرف، أنتم أم بني هاشم؟ قال كنا أكثر أشرافا بالكثرة، نحن أكثر أشرف، وكانوا هم أشرف فيهم، واحد لم يكن في بني عبد مناف مثل هاشم. نحن أكثر أشرافا، لكن من يأتينا بمثل هاشم؟ هو واحد لكن هو الأشرف. فلما هلك كنا أكثر عددا وأكثر أشرافا، وكان فيهم عبد المطلب، لم يكن فينا مثله. فلما مات صرنا أكثر عددا وأكثر أشرافا، ولم يكن فيهم واحد كواحدنا، هذا حقيقة، فلم يكن إلا كقرار العين حتى قالوا منا نبي، فجاء نبي لم يسمع الأولون والآخرون بمثله محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يدرك هذه الفضيلة وهذا الشرف؟ أشكل معظيما معاوية رضي الله عنه. نعم، كلام معاوية رضي الله عنه لابن عمه عبد الله بن عامر بن كريز رضي الله عنه صحيح. فهل معاوية أيها الأخوة وهو خليفة المسلمين وسيد من سادات قريش، قريش سادة العرب، هل معاوية بحاجة لأن يستكثر ويعتز بزياد بن سمية الجارية؟ لا، هذا منطق أيها الأخوة. لكن عندما أتاه رجل وشاهد ما يستطيع أن يرد شهادة الرجل، هذه مسائل شرعية أيها الأخوة. أيضا في سنة 45 عزل معاوية عبد الله بن عامر عن إمارة البصرة، وذلك لضعفه في إدارة شؤون الإمارة، وولى مكانه الحارث بن عبد الله الأزدي لمدة 4 أشهر، ثم عزله عنها وولى زياد بن أبي سفيان على البصرة وخراسان وسجستان، ثم أضاف له بعد ذلك الهند والبحرين وعمان. وكان زياد بن أبي سفيان أيها الأخوة واليا حازما قويا جبارا بليغا فصيحا، هابه الناس هيبة عظيمة، وضبط الأمور في ولايته، وكان يقول لو ضاع حبل بيني وبين خراسان علمت من أخذه. لكن هذا لا شك يورينا حزم قوة هذا الوالي القوي أو الأمير القوي. في سنة 47 غزا الصحابي الجليل مالك بن هبيرة بن خالد بن مسلم السكوني الكندي غزا بلاد الروم،
ومن المعلوم أنه بعد أن استتب الأمر لمعاوية في عام الجماعة لم يتوقف الجهاد في سبيل الله في بلاد الروم تحديدا. وفي سنة 49 قام المسلمون بغزو القسطنطينية، وكان أمير الغزو يزيد بن معاوية، وكان في هذا الجيش عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم. وكان ملك الروم في تلك الفترة أيها الأخوة هو الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الثالث، الذي تولى الحكم بعد الإمبراطور كونستانز الثاني الذي سبق وتكلمنا عنه. في سنة 49 من الهجرة أيضا توفي الصحابي الجليل والقائد البطل والداهية الكبير المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، توفي بالطاعون ودفن بالكوفة، وقيل بل كانت وفاته في سنة 50 وقيل في سنة 51، ولكن نرجح سنة 49 أنها سنة الوفاة التي توفي بها صحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ومن المعروف أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أسلم في عام الخندق وشهد الحديبية وبايع بيعة الرضوان وجاهد في حروب الردة في اليمامة وفي فتوحات الشام وحارب في اليرموك وفي فتوحات العراق وفارس وقاتل في القادسية، وكان قد اعتزل الفتنة. ولما وصل الأمر للتحكيم التحق بمعاوية رضي الله عنه. نريد أيها الأخوة أن نتوقف هنا إن شاء الله، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، وإن شاء الله نلتقي في الدرس الرابع في موعد يحدد لاحقا، وجزاكم الله خير.